ثلاث وحدات صاروا. إذا قلنا ثلاث وحدات وواحد أربع وحدات. إيه سيدي هلأ شو بدنا نعمل؟ نقسم. ما حزرت. نطرح. كمان ما حزرت. لك أخي خلي عيونك معي شوي مشان نكمل حل المسألة. إيه والله حرقوا لي قلبي. خطيب الغوح حاجتهم بقى. لا مو حاجتهم. ليش ما كانوا كاتبين وظيفتهم مبارح خلول؟ الأستاذ حسني يزعل. كان عندي شغل مالي فاضي. شو هالشغل؟ محبوسين ليل نهار، شو هالشغل؟ قصده يعني أبو الغور فكره يعني كان مشغول. لا سيدي كان عم يلعب خمسات ودياب. كرمالي أبو الغور اتركوا. لا ما حاتركون، الأستاذ حسني اللي وقفوا انززة ساعتين، باقي خمس دقايق، وإذا بدك تحكي كتير بزازيك معهم. لا 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 أمرك أبو الغور حاضر خلاص. أيوة انتبه لي منيح للحل المسألة مثل العالم. إيه. هلا انتبه، إذا كان اثنين ضربناهم باثنين، شو النتيجة؟ خناقة. لك شو خناقة حساب هاد؟ رح أقرب لك ياها. تعالوا لك أحلى الليل. تعال ياب. سماح تعالوا هون. انتبه لي منيحة. هلا حاضر. عطيني فكرة. هلا إذا كان كحل الليل معه تفاحتين، ودياب معه تفاحتين، اثنين سوا كم تفاحة معه؟ ولا تفاحة. شلون ولا تفاحة؟ شنو بخلصهم ياهو؟ ها اسأل دياب. لك دياب مبارح كم تفاحة خلصتكم؟ خمسة. ها سامع ستة. هذا علم. الحساب اللي عم علمنا يا حسني أفندي كله غلط.